لفريق يبحث عن لقب آخر عربي. هذه محاولة، الله فعلها مرة أخرى، القوة الجوية مرة أخرى فعلها القوة الجوية. تأخر في نتيجة المباراة لكنه عاد ليقلب الطاولة على السماوي. السلمية بهدفين مقابل هدف. إبراهيم بايش منذ بداية الشوط الثاني بعد مرور دقيقتين يسجل هدف في منتهى الروعة بكرة خلف الدفاع. استغل تقدم حارس المرمى نواف المرسور، وضعها من فوق حارس المرمى، وبالتالي يسجل هدف المباراة الثانية، يعطي الأسبقية لمصلحة القوة الجوية. إبراهيم بايش يسجل هدف ثاني لمصلحة فريق القوة الجوية، ويسعد الأنصار في مدرجات استاد كربلاء بهذا الهدف. شوف من فوق حارس المرمى نواف يسجل هدف ثاني بطريقة في منتهى الروعة. إبراهيم بايش الذي استدعي مؤخرا لتشكيلة كاتانيتش مع المنتخب العراقي.